أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح حديث جبريل إلى الكلام على الإحسان وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكرنا في الحلقة الماضية أهمية تزكية النفس وطريقة علاجها وطريقة الترقي بها في مراتب الإحسان، وذكرنا أن المطلوب الأسمى في ذلك هو حصول اليقين، لأنه الذي يحصل به الاستقرار والثبات، وأن النفوس كثيرة الشرود والتنوع قلما تثبت أو قلما تستقر على أمر ما. فإذا ألزمها الإنسان بكثير من العبادات كالذكر والصلاة والصيام فكثيرا ما تنفر من ذلك وتتراجع. وأيضا إذا انقطع الإنسان لأي سبب، سواء كان سفرا أو مرضا أو غير ذلك، فيشق عليه أن يرجع إلى نفس المستوى الذي كان فيه قبل حصول العذر. وذلك مجرب معروف فيما يتعلق بعلاج النفوس وتزكيتها. فالمقصود الأسمى هو أن يحصل للإنسان اليقين. وحصول اليقين له أسباب، أعظمها وأهمها مشاهدته لعجائب هذا الكون، لأن في هذا العالم كتابان، كتاب مسطور وكتاب منظور. فالكتاب المسطور هو الوحي المنزل من عند الله، والكتاب المنظور هذا العالم السيار وما فيه من العجائب. والعالم المسطور يؤازر الكتاب المسطور يؤازره الكتاب المنظور، لأن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فما نشاهده من العجائب في العالم وفي الآفاق وفي أنفسنا أيضا، وما نكتشفه من الأجهزة والقوى وما جعل الله فينا، حتى تقلبات النفوس وما يتعلق بها، كل ذلك مصدق لما يأتي في القرآن في الوحي المنزل.
فلهذا احتاج إلى أن يتطلع الإنسان إلى عجائب الكون وأن ينظر في بدائع صنع الله في خلقه وأن يتابع ذلك. فهذا من شأن أهل الإيمان كما قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهنا جمعوا بين العبادة، عبادة الذكر الدائم، وبين عبادة الفكر المتطلع إلى عجائب الكون. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا دوام ذكري لأنه على كل حال كان يذكر الله على كل أحيانه وصلى الله عليه وسلم. وكذلك جمعوا مع الذكر الفكرة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا اطلع الإنسان على عجائب هذا الكون ورأى بديع صنع الله فيها، ورأى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سير هذا الكون من بدايته إلى نهايته على وفق ما أراد، لا يختلف شيء فيه عما أراد ولا مبدل لكلمات الله، ولا تفاوت في خلقه. وهنا الخلق المقصود به اسم المعنى لا اسم العين. لا بد أن تعرفوا التفريق بين الخلق الذي هو اسم معنى والخلق الذي هو اسم عين. في الخلق الذي هو اسم معنى هو المصدر، والخلق الذي هو اسم عين هو المخلوقات الأعيان. فالأعيان بينها التفاوت، السماء خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لكن خلق الله الذي هو صفة الله الذي هو المصدر، خلقه لهذا الكون هذا الذي لا تفاوت فيه. ولذلك قال في سورة الملك: رجع البصر هل ترى، ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، نعم، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلق الرحمن أي الخلق الذي هو المصدر، اسم المعنى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هو الصفة، نعم هو صفة الله، وأيضا حتى المصدر، المصدر الذي تشتق منه الصفة، نعم أي نعم، لا له الخلق ولا هو. فخلق الرحمن هنا معناه قدرته على خلقه وإنشاؤه لخلقه وإبداعه للكون، هذا هو خلق الرحمن. هذا لا ترى فيه من تفاوت، لأنه قال: ما قولنا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فلا تفاوت عند الله بين أن يخلق مليار من البشر وبين أن يخلق واحدا من البشر. قدرته على الواحد مثل قدرته على المليار ومليارين مئات المليارات وآلاف المليارات. هذا معنى نفي التفاوت عن الخلق الذي هو اسم معنى. أما الخلق الذي هو اسم العين فهو متفاوت تفاوتا كبيرا جدا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فمطالعة الإنسان لذلك مما يزيده يقينا. ولهذا حصل اليقين لأبينا إبراهيم عليه السلام بمشاهدة هذه الأمور، وقد قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ليكون من الموقنين ليحصل على هذا اليقين، أراه الله ملكوت السماوات والأرض. والفرق بين الملك والملكوت أن الملك في الظواهر والملكوت في السرائر والبواطن. أطلعه الله على غيوب من الغيب النسبي، طبعا ليست من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، لكن من الغيوب النسبية أطلع عليها خليله إبراهيم. ومنها طريقة إحياء الموتى، أنه قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فلا منافاة بين زيادة الإيمان وبين حصول أصل الإيمان. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هذا حصول اليقين. فلذلك إبراهيم طلب اليقين ولم يكتفي بأصل الإيمان ولا بوسطه ولا بأكارعه، بل طلب أعلى شيء في الإيمان وهو حصول اليقين. الإيمان المشاهد يعني، نعم، الإيمان المشاهد، الإيمان اليقيني ليحصل له اليقين. وذلك قد يكون بالمشاهدة، وقد يكون بالقذف يقذفه الله في قلب المؤمن، وقد يكون بالأمور العقلية. هو ليس الإدراك فقط هو المشاهد، لا بد أن نعلم أن كثير من الإيغال في عالم الشهادة وأن كل شيء هو المجربات والأمور التي نراها، هذا أيضا خطأ وغلط. وقد ذكرت لكم شاهد ذلك، أن العين ترى الأشياء متفاوتة، فترى الطائرة
جاذمة على المدرج بحجمها، فإذا أقلعت نقص حجمها، وكلما ابتعدت كلما صغرت في العين، وهي هي طائرة هي هي. لكن هذا يدلنا على التشكيك في المشاهدة، في أن المشاهدات مشككة، أن إدراك المشاهدة مشكك. وحتى الألوان الآن نختلف فيها، ترى أنت هذا اللون وتميزه بشيء معين، وأراه أنا برؤية أخرى وأصفه بشيء آخر وهكذا، وأيضا يكون بوضع معين. هذا الوضع الآن اللون فيه قاتم، لكن إذا وضعناه هكذا ينفتح، فهذا باختلاف أوجه النظر والزوايا التي ينظر منها الإنسان تختلف نظرته، فلذلك يكون الحس غير يقيني، وإنما اليقين يحصل بالوحي، لأنه الذي لا ريب فيه ولا إشكال. وقد ذكرت لكم كلام الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله في قوله: الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. الوحي عقل من الخارج والعقل وحي من الداخل. ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه التناقض ولا الاختلاف، ولما كان العقل وحيا من الداخل كثر فيه التناقض والخلاف، لأنه ناشئ عن إدراك الإنسان. وذكرت لكم أيضا تفاوت العقول، وكلام الحكمة التي ذكرها ابن عطاء الله الإسكندراني في حكمه في قوله: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. أرضاهم به، أقل الناس عقلا يظن أنه عقل الخلائق، راض عن الله في عقله تماما. لذلك هذا سبب من أسباب اليقين. من أسباب اليقين القذف الرباني كما يحصل للأنبياء الكرام، فالأنبياء لا يشكون في الوحي المنزل إليهم أنه كلام الله وأنه من عند الله، ولا يرتابون أبدا في ذلك، لأن هذا قذف. ولذلك قال: نزل به الروح الأمين على قلبك، ما قال على أذنك، على قلبك نزل به الروح. الروح جبريل عليه السلام الأمين، وصفه الله بالأمانة فلا يغيره ولا يبدله، هذا كلام الله كما هو. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا القذف الذي يقذفه الله في قلوب عباده يحصل به اليقين ولا يقبل الشك. كذلك النور البصيرة فهو سبب من أسباب اليقين، وذلك يحصل بكثرة العبادة وملازمة الطاعة وعدم الإغالة فيها. كثير من الناس يبالغ فيتراجع كما ذكرنا سابقا، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقد حدثتكم بما حدثني به جدي الشيخ محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه شمس الدين العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذا ناف للإغال والمبالغة. ولذلك إذا لزم الإنسان الجادة وتمسك بالسنة ولم يقصر، فأمسك القرآن غير جاف عنه ولا أيضا مبالغ، فإنه سيوصله إلى اليقين. وذلك أنه لا ريب فيه، الله يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالتمسك به هو تمسك بحبل الله المتين، وكذلك سنة سيد المرسلين، لأنها
مع القرآن كما قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وهي بيانه لأنه قال لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن تمسك بهذا الوحي المنزل كتابا وسنة ولم يفرط ولم يفرط فإنه سيصل إلى اليقين. نعم قد يحتاج ذلك إلى وقت، لأن للإنسان كثير من النزوات وكثير من الشهوات وكثير من الشبهات وكثير من الخواطر التي تحتاج إلى علاج ووقت، لكن مع الوقت مع طول التمسك بالعبادة وطول التمسك بالسنة ولزوم الجادة يثبت الإنسان، وهذا الثبات هو اليقين. وانظروا إلى بعض الأعمال الصالحة يتقبلها الله فيثيب صاحبها بهذا اليقين مباشرة، تنزل السكينة في قلبه. ولذلك أنا أقول إن أبرك الغزوات النبوية هي الحديبية. الحديبية لماذا؟ الحديبية ما فيها إراقة دم، ما قتل فيها أحد من المشركين، وما غنم فيها المسلمون هبرة ولا شيء، لكن كانت أبرك الغزوات، لأن الغزوات لا يقصد بها قتل المشركين ولا غنيمة أموالهم، وإنما يقصد بكل العبادات رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده. رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده حصل للذين بايعوا تحت الشجرة، فقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. أنزل السكينة عليهم معنى لا يشكون ولا يرتابون بعد ذلك، فمنعوا من النفاق، لا يمكن أن ينافق أحد منهم ولا يمكن أن يدخل أحد منهم النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فكانت أبرك الغزوات بالنسبة لهم، ما وجدوا مالا ولا وجدوا ولا قتل أنكوا في المشركين، لكن وجدوا هذا اليقين، تحقق الهدف الرئيسي رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، وحصل اليقين في قلوبهم لأن السكينة نزلت فيها. نعم هذا، نعم هذا الفتح المبين. هذا اللزوم أيضا لا بد أن نبين أنه لزوم للمعصوم، معناها الكتاب والسنة. بعض الناس يقول أنا أثري فأتبع كل ما روي، كل ما وجدت فيه حدثنا قال حدثنا أخذ به مثلا، يكون من كلامي عالم من العلماء ومحدث من المحدثين لكن في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، هذا ليس معصوما. ولذلك قال مالك ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، قال ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الكلمات أيضا يتكلم بها سلفنا الصالح على مقتضى لغة التخاطب في زمانهم، ولم تعد هي لغة التخاطب في زماننا، فإذا تكلمت أنت بها في زماننا وفهمتها على وفق لغة التخاطب اليوم كان ذلك باب من أبواب الضلال كبير. ومن أمثلة ذلك بعض السلف الصالح ذكر، تكلم عن استواء الرحمن على عرشه، ذكر القعود، لم يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولكنه روي عن بعض السلف، لكن في لغتهم وفي زمانهم لا ينافي أصل التسليم. ومع أن مذهب السلف الصالح هو لا يفسر لفظ من ذلك، لا يفسر الاستواء بالقعود ولا يفسر بأي شيء آخر، كما قال أحمد بن حنبل تفسيرها قراءتها، تقرأ النصوص كما هي، لكن في زمانهم لم يكن هذا يؤدي إلى التجسيم، لكن في لغة التخاطب في زماننا هذا يؤدي إلى التجسيم. فلغة التخاطب تختلف من زمان إلى زمان، والتجسيم قطعا مستحيل وقطعا من أكبر أبواب الضلال. ويحصل هذا أيضا في الفقه، بعض الفقهاء ينقلوا بالأسانيد المتصلة إلى بعض الأئمة لكن في زمانهم لغتهم تختلف عن لغتنا الآن. وسفيان بن عيينة رحمه الله هذا معنى كلامه لما قال الحديث مضلة إلا على من له فقه، يقصد بذلك أن من لا فقه له في الدين يحمل اللفظ على ظاهره وهو متأول بحديث آخر. وهذا الذي يقول الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه في آخر منظومته، قال وساق قول ابن عيينة الأثر، هو الحديث
مضلة إلا لمن له بصر بالفقه، إذ سواه يحمل على ظاهره ما كان قد تؤولا لخبر آخر أو دليلي يخفى على ذي النظر الكليلي. ثم عماد العلم تقوى الله لا يؤخذ عمن من حلى التقوى خلا، والحمد لله كما يرضاه، والختم لا إله إلا الله. هذا ختام كتابه رحمة الله عليه. فهذا يقع، كثير من الناس يعلم أن سلفنا الصالح هم خيرة الأمة، لكن يهتم بأقوالهم فيبالغ فيها، هذا قول عن مالك، وهذا قول عن سفيان، وهذا قول عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهذا قول عن عبد الله بن إدريس، وهذا قول عن معاذ بن معاذ، وهذا قول عن وكيع بن الجراح، وهذا قول عن عبد الملك بن جريج، وهذا قول عن فلان، وهذا قول عن فلان. كل هؤلاء على الرأس والعين، وكلهم من الصالحين ومن الصادقين، لكن ليس أحد منهم معصوما، وأقوالهم بلغة زمانهم. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان معتدلا في أخذه، يعلم أن اليقين يحصل فقط بالكتاب والسنة. وأيضا إذا جئنا إلى ما بعد ذلك، إذا جاء شيء عن الصحابة على الرأس والعين، الصحابة أقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من الأحيان يحتاطون، يكون الصحابي قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، ولكن خشي أن يكون ينسب إليه لفظا لم يقله فيقف به دونه. وهذا الذي يذكره الحديث في حكم الرفع، يقولون هذا حكمه حكم الرفع، لأنه لا يؤخذ بالرأي. كثير من المرويات عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهما وهي موقوفة، لكن لها حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يمكن أن يقول من ترك نسكا فليهرق دما من عند نفسه. وهذا الحديث رواه مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا إسناد كالشمس في رابعة النهار لكنه موقوف، لكن أخرجه الدارقطني من حديث إبراهيم بن المهاجري. إبراهيم المهاجري مضعف لدى أهل الحديث فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعض الناس ومنهم أهل الظاهر كابن حزم وغيره ينظر فقط إلى ظاهر الإسناد فيقول هذا موقوف، الموقوف قسم من أقسام الضعيف فنتركه، لكن هو مما لا يؤخذ بالرأي، ووجدناه بإسناد ولو فيه ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فيكون الأمر لا بد فيه من اعتدال وتوسط. ذكرنا تجارب الناس فيما يتعلق بإصلاح النفوس وتربيتها، وذكرنا قضية التصوف، لكن لا بد أن نعرج على الجانب الآخر. ذكرنا الجانب المضيء المشرقة من تاريخ التصوف وأئمة العلماء فيه وما كان لهم من تزكية النفوس وتربيتها، لكن في مقابل ذلك ليس معنى هذا أن كل تصوف هو محمود، ولا كل عمل الصوفية هو محمود، بل هم مجتهدون، منهم من أخطأ، ومنهم من ليس أهلا للاجتهاد أصلا، ومنهم من أصابه، فنحن نتكلم في الماضي عن الذين أصابوا، لكن لنا أيضا لا بد من التعريج على الجانب الآخر، وهو التحذير من قضية الابتداع في الدين. فقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا، والله سبحانه وتعالى لم يترك لأحد مقالا بعد أن أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ولهذا قال ابن مسعود رحمه الله: يا هؤلاء لقد جئتم جرما، أو لقد فقتم أصحاب محمد علما. والابتداع أخطره وأشده الابتداع العقدي، وقد وقع فيه بعض المنتسبين إلى التصوف في بعض الجوانب التي فيها خطر على الاعتقاد، بعضها كلام يكون كفرا، وإن كان لبعضهم تأويل أو يعرف من حال بعضهم أنه لم يكفر، هذه أمور أخرى. هو إذا تكلم عن التكفير فلا بد أن تذكروا أنه ينقسم الكلام فيه إلى قسمين: الكلام المطلق معناه أن نقول هذا الكلام كفر، وهذا الفعل كفر، وهذا الاعتقاد كفر، لكن ليس معنى ذلك أننا نحكم أن فلانا الذي قاله أو فعله أو اعتقده كافر، لأن تكفير المعين حكم قضائي، وهذا إليكم أنتم معشر القضاة تحكمون بأن فلانا قامت عليه الحجة وتحققت فيه الشروط السبعة، معناه أنه
لم يكن مكرها، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الشرط الأول. وأنه لم يكن جاهلا، لأن الله قال وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، وما قال إنكم قوم تكفرون. وكذلك حديث ذات أنواط، فإن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانوا حديث عهد بكهن، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولحديث عائشة دخل علي عجوزان من عز اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فعذاب القبر عقيدة من عقائد المسلمين، لكن عائشة رضي الله عنها لم تكن تعلم بها، فلذلك عذرها النبي صلى الله عليه وسلم بجهلها، لأنه لم يكن علمها ذلك، فلم يجدد عقد نكاحها ولم يأمرها بالدخول الإسلام من جديد. فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الثبوت. فقد يقال إن فلانا قال كذا أو فعل كذا أو اعتقد كذا وينكر هو ذلك ولا يقوله، فحينئذ هذا مانع من موانع إقامة الحد، وحد الردة هو من الحدود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز: هل لا تركتموه إذ هرب لعله يتوبه يتوب الله عليه. المقصود ليس التوبة، لعله يتوب معناه ينكر، لأنه لم يثبت عليه الزنا بالشهادة وإنما ثبت عليه بالإقرار. فالمقصود بالتوبة إنكار الإقرار أو الرجوع عن الإقرار، لأن التوبة لا تسقط حد الزنا. إذا ثبت الزنا على محصن ولم ثبت عليه ولكنه تاب، هل يسقط ذلك الحد؟ لا يسقطه. فإذا المعنى لعله يتوب ويتوب الله عليه لعله يرجع يكذب نفسه ويرجع عن إقراره. إذا لا بد من الثبوت، وهذا الشرط الثالث. يجب عليه أن يبحث مثلا اليوم دولة إسلامية مثلا كيف الحدود يذهب لها حتى يقام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فقال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. ثم بعد ذلك الشرط الرابع أن لا يكون مغطى على عقله، لأن العقل هو مناط التكليف، ومن ليس عاقلا رفع عنه القلم. ودليل ذلك حديث الرجل الذي أسرف في القتل وأنواع المعاصي، فأوصى أولاده عند موته، جمع أهله عند موته فأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يجعلوا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال: فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمر، فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، ثم دعاه فقال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي فغفر له. كان مغطى على عقله من الخشية، من خشية الله، ولذلك غفر الله له. قال ابن تيمية رحمه الله: ظاهر الحديث أنه غفر له كل شيء، ليس فقط الكفر، أنه شك في قدرة الله في الكلام، فلئن قدر الله علي، لكن قال ابن تيمية غفر له كل شيء. هذا داخل في باب الجهل والله؟ هذا لا، هذا باب الغلبة تغطية العقل، كان مغطى على عقله غائب العقل. ولذلك بعض أهل التصوف في بعض الأحيان يغلب على عقله فيصدر منه شيء في من الكلام الذي يسمى الشطح، الذي يحصل في حالة الغلبة على العقل. وهذا فيه خلاف، هل يؤاخذون به في الظاهر أو لا؟ وقد قال المقري رحمه الله: ما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتضي للقدح، قيل غير مقتضي للقدح. المقري، نعم المقري، لكن هو فيه خلاف. ولذلك فالشيخ ابن تيمية رحمه الله التمس للشيخ عبد القادر الجيلاني العذر في كثير من الأمور. الشيخ عبد القادر لما قال: قدمي هذه على رقبة كل عبد لله صالح في السماوات وفي الأرض، هذا كلام مبالغة وليس أدبا مع الملائكة الكرام ولا مع الأنبياء وهم عباد لله مكرمون، لكن قال إنه كان مغطى على عقله. وهل يصح عنه؟ نعم قد لا يصح، لا هو صحان كثير من الأمور،
وهذا كثير من مشايخ، ليس عبد القادر الشيخ عبد القادر وحده، كثير من مشايخنا في تاريخ الأمة الإسلامية ظهر منهم مثل هذا. ولذلك الشيخ عبد القادر يذكر في نظمه وفي شعره كثير من الأمور مثل هذا، وفي كتبه الموجودة المطبوعة المروية بالأسانيد عنه. وكذلك الشيخ زروق رحمة الله عليه، زروق يقول: أنا لمريدي كاشف، أنا لمريدي فارج لشتاته، جامع لشتاته، إذا ما سطاط طور الزمان بنكبتي، فإن كنت في هم وضيق وكربة فنادي يا زروق فأتي بسرعتي، يقول. وغير هذا الشيخ عبد القادر مثلا له يقول، هذا أين عن زروق؟ نعم، ما تذكرون أنه عن زروق؟ من؟ الأبيات هذه، هذه لزروق قائلها في أي كتابه؟ لا، ما هي موجودة في كتبه، لكن في منقول نحن سانيدنا متصل إلى زروق رحمة الله عليه. والشيخ من أهل بلدته، هو من أهل مصراته ومن أهل ونزليطن. فحصل من كثير من المشايخ مثل هذا النوع، منهم من عوقب كالحلاج. سنو ظهر من الحلاج طولها شوية ترى كثير الذين اتبعوها على ذلك. محي الدين من العربي كلامه أكثر من كلام الحلاج بكثير، وأيضا يقعد تقعيد، لأنه يقول: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يرى أن الشعر الغزل أنه من كلام الله، وأنه هذا ظاهرة الكلام، لأن هذه فلسفة ليس في حال الشطح قطعا، لأن هذا الكلام إنما قاله فلسفة وتأصيلا، التصوف الفلسفي. إيه نعم، لأنه أيضا كان يرى أنه لا يذكره لأنه ليس ينساه، ليس ينساه. أيوة، فكيف يذكره إذا لسه ينساه؟ الله. إيه نعم. لا، ما هو ما روي شيء عن الصحابة الكرام في هذا أبدا، وما عرف في التابعين ولا في أتباعهم، إنما جاء بعض ذلك في أصول المتأخرين، لأن هذه جاءت اجتمعت في هذه البدع العقدية، سببها منه ترجمة الفلسفات الأخرى، ومنه أيضا الإغال والمبالغة في العبادة، ومنه تأثير السكر الإنسان في المحبة ونحو ذلك. فهم كانوا يجوعون جوعا شديدا، وينعزلون عن الناس مدة طويلة، لا يخالطون أحدا ولا يكلمونه، فربما تأثرت العقول في ذلك. إذن هذا القضية. لكن أبلغ شيء أو أضره هو أن تعتقد إنسانا معينا فترى أن كل ما صدر عنه فهو مقبول، ويكون هو غير معصوم، وتكون تصدر عنه الطوام والأمور التي حتى لو التمسنا العذر للشيخ أنه كان مغطى على عقله رحمة الله عليه، وأنه كان مغلوبا عليه، وأنه كان بحال شطح، لكن كيف نلتمس ذلك لمن هو عاقل بيننا؟ من ليس كذلك، من هو مقلب على ذلك. إيه نعم، يكون له هذا الحال. إيه نعم. وأيضا كثير الدعاوي، كثير من الناس يدعون أحوالا ما وصلوا إليها، نحن نعرفهم من واقعهم، لأن الذين وصلوا إلى أحوال معينة في الماضي كانوا أهل زهد فعلا، وأهل عبادة، وأهل قيام دائم لليل، وصيام دائم للنفل، وذكر دائم، وقرآن دائم. لكن كثير من المتأخرين الذين ما لهم هذا هم غارقون في أمر الدنيا وجمعها، ويفعلون الحرام، ويفعلون أشياء كثيرة، فلذلك ليس هذا الحال متحققا فيهم، فلذلك هي لا إنما تعتبر دعوة. ولهذا قال الشيخ أحمد بن أحمدية رحمة الله عليهما: لكنما طريقة التصوف خالطها شيء من التعسف، ومن دعاوى كاذبات وبدع مخالفات للذي الله شرع، من دعاوى كاذبات وبدع مخالفات للذي الله شرع. فالشيخ في هذا الزمان الحاضر ليس كما يقول نجل عاشري: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك. فرق. والشيخ باب بن الشيخ صدية رحمة الله عليهما يقول: آكل مال الناس بالباطل، مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل،
محصل المال بلا فترة في جمعه المانع للحاصل، عجلان في حظ له عاجل، كسلان في منفعة الآجل. هذا هو المعروف في دهرنا بين الورى بالعارف الكاملي، يزهو إلى زخرفه عاقل كأنه من ليس بالعاقل. ووقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، اتسع الخرق على راقع واختلط الحابل بالنابل. هذا هو التوحيد عنوانه، إسناده الفعل إلى الفاعل. ويقول آمن أخي واستقم، ونهج أحمد التزم، واجتنب الطرق لا تغررك أضغاث الحلم. كثير منها مبني على أحلام رؤى. اجتنب الطرق لا تغررك أضغاث الحلم، أو السبل لا تغررك أضغاث الحلم. لا خير في دين لدى خير القرون قد عدم، أحدثه من لم يجيء قطع بأنه عصم. من بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم، وبعدما صح لدى جمع على غدير خم، أدعو إلى سبيله وخص في الناس وعم، قل إذا ما أعرضوا عليكم وأنفسكم. ويقول في أبياته التي هي النشيد الوطني لدولة موريتانيا، يقول كل الإله ناصرة، وأنكر المناكرة، وكن مع الحق الذي يرضاه منك دائرة، ولا تعد نافعا سواءه أو ضائرة، واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرة، فما كفى أولنا أليس يكفي الآخرة. وكل قوم أحدثوا في أمره مهاجرا، قد زعموا مزاعما وسودوا دفاترا، واحتنكوا أهل الفلا واحتنكوا الحواضرا، وورثت أكابر بدعتها أصاغرا، وإن دعا مجادل في أمرهم إلى مرا، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وكذلك يقول الشيخ حامد بن محمد رحمة الله عليهما، يقول إن فلانا قد وصل، فنال منتهى الأمل، وصدرت منه أمائر على الخير تدل، فهجر العلم، أول ذلك هجر العلم، وعاب سعي من به اشتغل، ونفقت أقواله لدى الطغام والسفل، وأصبحت أشياعه أعداء من عنه عدل، وأصبحت أطماعه تنيله ما لم ينل، واتسعت أمواله واتخذ الناس خول. يا أيها العارف يا منار من يخشى المضل، أهكذا الدين الذي شرعه الشارع جل، أم هكذا هدي رسول الله والصحب الأول، أم هكذا عندكم يا سعد تورد الإبل، أم أنت أهدى منهم، بل أنت دجال مضل. فكثير من الناس انتسبوا للتصوف، وانتسبوا إلى بعض أئمته وعلمائه ومشايخه، وهم مخالفون لهم في سلوكهم وفي ما هم عليه، ولذلك بحثوا عن أمور تخرق العادات ليلبسوا بها على العوام. فكان منها بعض أسرار الحروف والطلسمات والجداول والعلوم الهندية، ليست سحرا لكنها من علوم الشر. وأيضا قضية بعض الخوارق الأخرى التي منها علوم معينة، السيمياء والكيمياء، الكيمياء ليست الكيمياء هذه، الكيمياء المغيرة لحقائق الأشياء، وكذلك خلطة الجن، وتخديمهم في بعض الأمور واستعمالهم. فهذه الأمور ليست من هدي الصالحين من أهل التصوف، ولا يشتغلون بها، بل هم منقطعون فيما هم فيه في عبادتهم وزهدهم وورعهم وذكرهم لله وقراءتهم للقرآن وعبادتهم لله في الليل والنهار، لكنها شغل قوم آخرين أرادوا الدنيا وأرادوا التأثير على الناس، فأثروا فعلا على الناس. نعم، هذه الدعاوي كثيرة جدا، ولكنها لا بد أن نعرف أن أولا المرائي لا تؤخذ منها الأحكام، وأنها هي يقظة لا منام، هذه أدنى اليقظة، رؤية اليقظة أدنى من رؤية المنام. رؤيا المنام هي الرؤيا الحقيقية التي يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فقد رآني. أما رؤيا اليقظة فنعم لا ننكرها، لأن الإنسان قد يعظم نفسه ويهينها ويجوع ويعطش ويترك النوم مدة طويلة، فيكون يرى ما يرى في المنام وهو يقظان تخيل. لكن هذه أضعف بكثير من المستويات من رؤيا المنام، رؤيا المنام أقوى منها. ولكن الجميع لا يبنى عليه أي حكم، ولا يؤخذ، لا تؤخذ منه الأحكام. نعم، إيه نعم، لا يؤخذ منها أي شيء من الأحكام. لكن بعضهم لا يجوع ولا يعطش. نعم، هذه
هذه بالنسبة لهذه الأمور لا بد أن يحتاط فيها الإنسان لدينه وأن ينظر من يعتمد عليه في تربيته وأن ينظر إلى سلوكه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بالوحي المنزل. فمن كان على هذا الوحي هو المعيار، من كان على هذا الطريق المستقيم فمرحبا به، سواء قال عن الشيخ فلان أو لم يقل، وسواء كان على أي طريقة من طرق التصوف أو لم يكن. ومن خالف هذا الوحي المنزل فلا بد أن يعرف أنه ليس على شيء، وأن الحق ليس بعده إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. شيخنا، من طرق التصوف في بلاد مثلا في شبه القارة الهندية أو في أفريقيا أو ما شابه ذلك. نعم، هو هذا الذي ذكرناه. لا لا، هو ما ذكرناه من أننا نفصل فيها، هي من عندنا مثل الفقه، الفقه منه مقبول ومنه مردود ومنه مخالف للشرع، فيها أيضا ما هو مخالف للعقيدة ولا بد من اجتنابه والتحذير منه، وفيها أمور أخرى مقبولة لا بد من قبولها ولا حرج. لكن القضية هنا قضية لا نعاملهم تعاملا واحد، نتعامل معهم تعاملا واحدا. من قام به من الشواهد ما يدل على إيمانه وعبادته وصدقه وعلمه وعرفناه بذلك، هذا على الرأس والعين، ونتجاوز له عن بعض أخطائه وما يقع فيه، سواء كان ذلك في غلبة أو غير ذلك. ولكن لا بد من التماس العذر لمن كان هكذا، لأنه قام به من الأوصاف ما يمنع تكفيره ويمنع تفسيقه وتبديعه وتضليله، لأنه من أهل الاستقامة والورع والزهد والعبادة. ومن ليس كذلك هذا يعامل بمقتضى ظاهره أيضا. نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. وهذا هو الميزان المعتدل، لا يؤخذ التصوف بكامله، كل من انتسب إلى التصوف زاعما نأخذ بما يقول ونوافقه، لا ليس كذلك. ولا يرد جميعا أيضا، فالآن بعض الناس يرد كل التصوف عن بكرة أبيه، وحينئذ سيصاب هو بالجفاء والغلوة والابتعاد عن منهج الحق، ولا حظ له في الزهد ولا حظ له في الإحسان ولا حظ له في اليقين، وسيبقى شاكا من الشكاك ومتمسكا بالقشور والظواهر ولا يتعدى ذلك. آخرون يريدون كل ما قيل، بل يعتقدون في أشخاص لم يدركوهم ولم يعرفوهم. الآن تعرفوا أشخاصا يعتقدون في الشيخ الدباغ عبد العزيز اعتقادا كاملا أن كل ما صدر عن الشيخ الدباغ فهو مسلم به، وهذا ليس صحيحا. هذا الرجل أنتم أولا لم تعرفوه، لم تضعوه على ميزان أهل العلم، فما مستواه العلمي، وهل عاملتموه بشروط أهل الجرح والتعديل، وهل عرفتم حياته وواقعه؟ فهذه أمور لا بد من النظر فيها بهذه النظرة، وحينئذ يكون الإنسان معتدلا، لا يكفر ولا يضلل إلا من حكم عليه بذلك. لكن التكفير العام والمطلق هذا يذكر بحسب حال المتصف به، وليس هو الهدف. الهدف تنقية هذه المحجة مما يعلق بها من الشوائب، لأن هذا من وظائف العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيكون الإنسان معتدلا في هذا. الذين ينبذونه بالكلية دينهم ناقص نقصا كبيرا، والذين يبتلعونه بكل ما فيه أيضا على ضلال مبين وعلى خطر عظيم. والذين يفصلون فيه فيأخذون، كما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه، قال: أنكرت باطلها وبؤت بحقها عدلا ولم يفخر علي كرامها. هذا في معلقته، مع أن هذا يصدر من عقل جاهلي، لكنه ميزان الاعتدال الصحيح. أنكرت باطلها وبؤت بحقها عدلا ولم يفخر علي كرامها. فهذا هو التعامل الصحيح مع كل المذاهب ومع كل الطرق، ونظير ذلك أيضا مع الجماعات الإسلامية والمدارس الدعوية. لا بد أن ندرك أن فيها الصواب وفيها الخطأ، وفيها من عرف باستقامته، فيها من وصل إلى مقام الشهادة في سبيل الله وبذل نفسه لله جل جلاله، فيها من وصل إلى مستوى من العلم
نفع الله بعلمه في مشارق الأرض ومغاربها، ويكون ما يقع فيه من الأخطاء مثل ما قال ابن القيم: أخطاء العلماء يا أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ففيهم أيضا من هو اجتهد بحيث لا يحل له الاجتهاد، وتسبب وهو حصر، ولم يكلف نفسه عناء طلب العلم وعناء البحث عن الدليل. فبعض المدارس الدعوية يقودها بعض المهندسين وبعض الأطباء وبعض طبعا نحن شيخنا جمع علم الدين وعلم الدنيا، فلا ننكر عليه حلمه الآخر. نعم، لكن المهم أن هذه لا بد أن يعرف أنهم لا يحل لهم التصرف إلا بعد مشورة العلماء، مثل ما يقول الفقهاء في القاضي، كما قال خليل رحمه الله: وأحضر العلماء وشاورهم. لا بد من ذلك، حتى لو كان هو في الأصل لا يكون إلا مجتهدا، قال مجتهدون مجتهدا وإلا فأمثل مقلدين، لكن حتى المجتهد أحضر العلماء وشاورهم، أنا يجب عليه ذلك. فكذلك كل من ولاه الله شيئا من أمر هذه الدعوة ومن أمر هذا الدين لا بد أن يحضر العلماء ويشاورهم، ولا بد أن تكون القضية مضبوطة بالوحي بهذا الميزان، وما سواه سيكون أخطاء فاحشة وأمور لا يلتمس لها العذر. نحن يمكن أن نلتمس العذر في أمور، لكن إذا تعدت وكثرت الأخطاء جدا حينئذ يكون الإنسان قد غرر بنفسه وبجماعته. فلذلك الميزان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود ما استطعتم، ادرأوا الحدود بشبهاتي. وحديث عائشة: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فيكون الإنسان في هذا المنهج الوسطي المعتدل الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا يدعي لنفسه النجاة. نحن جميعا ما ندري ما الله صانع بنا، ولا يدري الإنسان ماذا تكون خاتمته، ونحن نبحث عن طريقة علاج أنفسنا، ونحن أولى بعلاج أنفسنا من علاج الآخرين، وبالأخص من ماتوا قبل مئات السنين، لا يمكن أن نكون نحن حكما عليهم. يحيى بن معين: نعم، في الحديث في الجرح والتعديل قال: إنا لنتكلم في أقوام عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل مئة عام، ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. هذا فيما يتعلق في أصل رواية السنة وتدوينها، لكن الآن لم يعد هذا قائما، ولم تعد الحاجة إليه قائمة، ولم تعد الرواية سائدة الآن، وأصبحت السنة مدونة في الكتب، ولا يمكن أن نجد منها الآن حديثا لا يوجد في شيء من كتب السنة المروية المسندة. فإذا كان كذلك الحمد لله، كفينا المؤنة. أغلق هذا الباب الجرح والتعديل، انتهى الجرح والتعديل. بعد أصحاب الكتب الستة مثلا الآن لم يعد له فائدة فيما يتعلق بالحديث إلا نادرا، قد يوجد بعض رجال الدار قطني أو بعض رجال البيهقي أو بعض يحتاج بحثا، وهذا بحثه الأولون أيضا، عندنا التقييد وعندنا بعض الكتب التي جاءت بهؤلاء. والحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر التمييز. ما معنى تمييز؟ تمييز معناه هذا شخص ليس من رجال الكتب الستة، ولكنه يشبه أحد رجال الكتب الستة في اسمه واسم أبيه، فيذكره يترجم له تمييزا ليميز عن ذلك الشخص الآخر. فلذلك الحمد لله كفينا مؤنة الجرح والتعديل، ولم يعد ذلك واردا الآن في زماننا. نعم، إعادة قول يحيى بن معين: إنا لنتكلم في رجال عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل مئة عام، ولكن لأن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا. الشرط الخامس، نعم، الشرط الخامس من هذه الشروط هو إقامة الحجة، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد من إقامة الحجة، على لأن الشخص قد يكون اجتهد في طلب الحق وأخطأ. وقد قال ابن تيمية رحمه الله: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. والشرط السادس من هذه الشروط أن لا يكون مغلوبا بعادة. فكثير من الناس يكون على عادة قومه
فيجري على لسانه أمور هو لا يعتقدها ولكنها سبقت. ففي العهد النبوي كان الناس يقسمون باللات والعزى وهم صحابة يعرفون أن اللات ليست بشيء وأن العزى ليست بشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل لا إله إلا الله. فهذا النوع حتى القسم بغير الله حذرهم منه، قال لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك، لكن المقصود شرك دون شرك، ليس هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة قسم بغير الله. عمر بن الخطاب كان يحلف بأبيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا من أسر العادة كل الإنسان. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وابيك، نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحلف بذلك لأنه مبرأ من الشرك، لذلك قال أفلح وأبيه إن صدق. لكن تجد بعض المحدثين، هو الحديث صحيح مسلم ومروي بهذا اللفظ، تجد بعض المحدثين الآن المبالغين في زماننا يقولون أصلها والله وقصرت الألف واللامان فأصبحت وأبيه وكتابتهما واحدة. لكن أين هذا؟ هذا مروي بالإسناد، مروي بالإسناد المتصل، فلا يمكن أن يكون هكذا تخريجها. أن هذا لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، وإنما هو ما يسمى بالاستعطاف، والاستعطاف دون القسم وهو كثير، مثل بالله يا ضبيات القاع قلنا لنا للا من كنا أم لنا من البشر. هو لا يحلف على ضبيات القاع لأنهن لن يجبنه أبدا، لكن هذا يسمى الاستعطاف. الاستعطاف الاستعطاف يشبه القسم وليس بقسم، لكن حكمه اللغوي حكم القسم. نعم اسأل مهدي مهدي أبو زكريا مهدي زكريا مهدي زكريا نتكلم يا شيخنا في ثبوت هذه اللفظة وأبيه لسقوطها من بعض المصحف في صحيح مسلم. لا هي مروية بالإسناد المتصل الثابت ولا إشكال فيها حتى في غير صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم لا إشكال فيها من رواية جعفر بن مبشر، فلا يمكن أن يطعن فيها من ناحية الإسناد أبدا. شيخ رواية أخرى دخل الجنة الإنسان، هذا حديث آخر. نعم دخل الجنة. اي نعم. فهذا النوع من الأمور التي يكون الإنسان فيها مغلوبا. الآن بعض البيئات يكون فيها الإنسان على طبيعة بيئته، في الصومال عندهم قسم بشخص معين اسمه منيق اسمه، يحلفون بهذا لأنه شخص كان مقدرا عندهم موقرا، فأصبح القسم به أعظم من القسم بالله في بعض البيئات. ليس ذلك تعظيما لهذا الشخص عن الله، لكن فقط لأن هذه بيئة آسرة. في مصر يقول لك والنبي عادي يبقى حلف بغير هو حلف بغير الله، لكنه مأسور بعادة فلا يكفر به، لا يكفر به لأنه أسر بعادة. ولو قصد إلى ذلك لا قصده، هذه قضية ثانية إذا ثبت لكن به أيضا. إيه لكن القصد كفر دون كفر، لكن نحن نقصد لو قال كفرا، لو قال كفرا، لو قال كفرا بما يكفر به، ولكنه كان مأسورا من الملة، ولكنه كان مأسورا من اللات والعزى، حصل عنده اي نعم فهو معذور. شيخ نسخ الذي قصد التعظيم. نعم المقصود بذلك هذا اذا اقر هو بالقصد، لان القصد ما يمكن ان يعرفه الا الله، قصد امر باطني لا يشهد عليه الشهود، لا يشهد عليه الشهود، وانما هو بالاقرار فقط. اذا اقر هو انه قصد نعوذ بالله هذه قضيه ثانيه. الشرط السابع من هذه الشروط الثبوت ذكرناه، عدم التأويل، معناه لا يكون متأولا. فإذا كان متأولا فإن ذلك راجع إلى ما سبق في الاجتهاد. فكثير من الناس قالوا بعض الأمور التي تأولوا فيها، ومنهم صحابة كرام قدامة بن مضعون لا خلاف في أنه من أهل بدر وأنه بايع تحت الشجرة،
لكنه تأول قول الله تعالى في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. تأولها على أن هؤلاء رفع عنهم القلم فشرب. فالصحابة أقاموا عليه حد الشرب ولم يقيموا عليه حد الردة لأنه متأول. فالتأول مانع للتكفير لذلك لم يكفروا. لكن من تأول الآن من هذا؟ لا، لأن هذا أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك عمر لما جاء لا أقصد حديث الغطفاني هذا صاحب مليكته منظور بن زبان، منظور بن زبان توفي أبوه وتحته امرأة هي زوجة أبيه اسمها مليكة، فتزوج هو بها، هو مسلم، فجيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله: هل سمعت سورة النساء؟ فأقسم 50 يمينا ما سمع سورة النساء، فرفع عنه الحد. لأن سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا زاد على الزنا بالمقت، لأن الله قال في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن في نكاح امرأة الأبي قال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فزاد على الزنا بالمقت. ولذلك حلف أنه ما سمع سورة النساء، فرفع عنه عمر الحد. في الجهل ولا في التأويل؟ هو التي زنت من مرؤوس بدرهمين. نعم، هذا عمر قال: صداقها ورب الكعبة، فجعل ذلك صداقا وإن كان ليس فيه صيغة، وهذا موافق للمذهب الحنفي في هذا الأمر. لكن بالنسبة لي هذا يمكن أن يكون الشيء يحمل محامل متعددة. في أيام الصحابة رضوان الله عليهم كان بعض قبل أن يدون عثمان المصاحف الستة، كان ابن مسعود رضي الله عنه يكتب بعض ما نسخ في مصحفه، وكان يرى أن الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ليست من القرآن. من أنكر حرفا واحدا الآن مما بين دفتي المصحف هو كافر. ابن مسعود لا يمكن أن يكفره أحد من المسلمين، لأنه شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع تحت الشجرة، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين بالجنة. نعم، كان من الأدعية أو التعاويذ. نعم، رأى أنها مثل حديث التعبد، مثل التشهد ومثل غيره. هذا من باب التأول. تأول. فلذلك التعبير بالخطأ. نعم، التعبير بالخطأ يشمل التأول. نعم، هو التأول قد يكون خطأ. نعم، قد يكون مخطئا، لكن الخطأ يشمل أيضا الأسر بالعادة. أنكر عليه الصحابة، خالفوه، لأن لكن خالفوه بالمصاحف. بعد أن ثبتت المصاحف كتب عثمان المصاحف الستة، أصبح ما ليس فيها لا يقرأ. ولكن كان هو وعائشة وعدد من الصحابة رووا أشياء لم يعلموا بنسخها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى عليه. هي حجة الشيعة. الشيعة داخلين من هذا الباب الحين؟ لا، الشيعة عندهم مصحف آخر يسمى مصحف فاطمة يدعونه، ومختلف تماما عن هذا. ولذلك يرون أن فيه آية الولاية وأنها هي الركن الخامس من أركان الإسلام وأنها بدل الشهادتين. المصحف اللي عندهم الحين مطبوع؟ لا، هم المصحف اللي عندهم مطبوع هو نفس المصحف هذا. اي نعم. الشيخ عثمان احرق جميع المصاحف، هذه النسخ الاخرى. ابن مسعود قال لاصحابه: غلوا مصاحفكم، فلم تحرق مصاحفهم. وابي بن كعب احتفظ بمصحفه، وبعض الصحابه احتفظوا بمصاحفهم. المصاحف التي احرق عثمان هي ما جمعوه في ايام ابي بكر الصديق، لان ايام ابي بكر جمعوا كل ما كتب من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من القران، سواء كان في ورقه او في جلد أو في عظمنا أو في لخافنا أو في حتى سعف النخل، فجمعوا ذلك ثم كتب في أيام أبي بكر، فجمع في صحف ليست مصحفا. وهذه الصحف كانت
في عهد أبي بكر الصديق عنده ثم عند عمر ثم عند حفصة بنت عمر من المؤمنين فلما توفيت جعلت في المسجد النبوي عند سارية كانت تسمى سارية المصحف، وهذه السارية معروفة إلى الآن، وهذه السارية التي كانت تسمى سارية المصحف في المدينة في المسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاة الظهر جاء إليها فصلى عندها ركعتين، وكان عروة بن الزبير يفعل ذلك لأن عائشة دلته على هذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ركعتين بعد الظهر، فتسمى سارية المصحف. لكن هو ليس مصحفا على ترتيب المصحف، لأن المصاحف إنما كتبت بعد ذلك في أيام عثمان، لكن أحرق كل ذلك في أيام عثمان لأنه جمع ما اتفق عليه الناس، ما اتفق عليه كل الذين حفظوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عرضة عرضها عليه جبريل، فكانت هي هذا المصحف، ووفقهم الله لهذه الكتابة المعجزة التي تقرأ منها كل القراءات، جميع القراءات المتواترة الآن تقرأ من هذه الكتابة شرط في ثبوت التواتر. نعم، وسبحان الله كتبوها بهذه الطريقة، ما أحد درس ولا ناقشوا، لكن تجدهم يحذفون هذه الأليف يحذفون هذه الياء، والنقط في زمانهم غير موجود، فيكون الإنسان يقرأ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، جعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن، وهكذا ما يكون نفس الخط هو نفس الرسم يقرأ منه كل القراءات، هذا توفيق من الله وحفظ لكتابه. من المصاحف العثمانية الأتراك يزعمون أن هذه النسخة الموجودة عندهم الآن منها وأنها هي مصحف عثمان اللي كان عنده هو اختص به لنفسه، وقد أدرك عدد من سلفنا الصالح بعضها. فهشام بن عمار وهو الراوي عن الراوي الثاني عن عبد الله بن عامر قارئ دمشق، راوي عنه الأول ابن ذكوان والثاني هشام بن عمار هو شيخ البخاري، أدرك المصحف مصحف اللي كان موجودا عندهم، وقيل هو فرع من الفروع وليس أصلا، لأن الأصول المصحف الذي اختص به نفسه والمصحف الذي أخرج إلى المدينة والمصحف الذي أخرج لمكة ومصحف الكوفة ومصحف البصرة، والمصحف السادس فيه خلاف أين اتجه، هل إلى الشام أو إلى البحرين مشرق. المصاحف التي كتبها عثمان الستة، المصاحف الستة فيما بينها فيها اختلافات، المصحف المكي فيه حذف من سورة التوبة، إثبات من أقصد من سورة التوبة وليست مثبتة في غيره، تجري تحتها الأنهار في المصاحف الأخرى، والمصحف المكي من تحتها الأنهار، ولذلك هي قراءة من كثير اليوم. مصحف الكوفة فيه إثبات الواوات التي لا توجد في المصاحف الأخرى، والتائبون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ونحوها، هذه الواوات ليست في المصاحف الأخرى. والله الغني الحميد، هو الغني الحميد، هذه لفظ هو أيضا موجودة في المصحف الكوفي والمصحف البصري. وأيضا بدل إضافة الفاء في سورة الشورى، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أو بما كسبت أيديكم في المصحف الكوفي، وكذلك بدل الواو والفاء في سورة الشمس وضحاها، ولا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها، هذه كلها من الاختلاف المصاحف الستة، ولذلك لا إشكال فيها لأنها جميعا لا تغير المعنى، كلها متفقة في المعنى. ابن مسعود يقرأ ويفسر، كان موجودا وثيقة قراءة التفسير، لا لكن الموجود الآن من قراءة ابن مسعود ما صح منه، فإن الشافعية يرون أنه مثل الحديث فيصلح للاحتجاج عندهم، والمالكية لا يرون ذلك، ولهذا السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع لما عرف القرآن قال ثم القرآن ها هنا المنزل على النبي محكما يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحدهم على الصحيح فيهما، والسبع قطعا للتواتر انتمى، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، هذا مذهب الشافعي، كخبر في الاحتجاج تجري أنها بمثابة الخبر في الاحتجاج إذا صح إسنادها، كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر.
لا ما زاد على العشر، فيدخل في ذلك القراءات الثلاث التي هي قريب من التواتر، وهي قراءة الحسن البصري وقراءة ابن محصن المكي وقراءة الأعمش سليمان بن مهران. هذه القراءات الثلاثة لم تتواتر لكنها مستفيضة قريبة من التواتر، ولذلك كل واحد منها أيضا عنه راويان مثل القراء العشرة. نعم مذهب المالكية أنها لا يحتج بها، ولذلك لا يرى مالك وجوب التتابع في كفارة اليمين، لأن قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام متتابعات، وأخذ بهذا الحنابلة والشافعية، وكذلك الشافعية عندهم متعمدا في سورة المائدة قراءة ابن مسعود وأخذوا بها، وكذلك آية المائدة أيضا السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، هذه قراءة ابن مسعود. نعم هذا اللي يقول صاحب المراقب الاحتجاج به ليس هو من المذهب، المذهب هو ما ذكرناه، ولذلك لم يأخذ المالكية بقضية الرضاعات الخمس، قالوا هذا ليس قرآنا ولا حديثا، إن عائشة لم تنسبه للحديث وهو ليس بين دفتي المصحف. بالنسبة لتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان، هنا قال فيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فقد ذكرنا أنه أولا لا بد فيه من العبادة، وهذه العبادة ليست العبادة المعتادة مثلا الفرائض فقط أداء الفرائض، بل لا بد من الزيادة على ذلك، لأن الإحسان معناه زيادة على أصل الإسلامي والإيماني، فلا بد من إحسان الإيماني وهو الجانب العقدي، ولا بد من إحسان الإسلامي وهو زيادة العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه الزيادة بالنوافل تقرب الإنسان من الله، لأنه إذا عبد الله بها وقصد وجهه الكريم واتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه الله ويقربه. نعم الإحسان في الإيمان ألا يتعدى الإنسان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن عندنا المذاهب العقدية التي ذكرناها، هذه أحسن شيء فيها أن تلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، وهو عدم الكلام فيها، لا تتكلم في شيء، أن تقرأها وتؤمن بها وتصدق بها أنها حق، ولكن لا تشرح شيئا منها ولا تتكلم فيها، هذا أحسن المذاهب. والمذاهب الأخرى من مذاهب أهل السنة ثلاثة أخرى، لكن مع ذلك هذا المذهب هو أسلمها، لأنه هو الذي كان عليه الصحابة والتابعون، تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فتعبد الله كأنك تراه، من المستحيل أن ترى الله قبل أن تموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، فالله جل جلاله لا تدركه الأبصار، وإنما يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة، وفي الدنيا لا يمكن أن تراه، وكل ما يخيل إلى الإنسان أنه رأى ربه أو رأى نورا، بعض الطرق الآن التي تشيع في زماننا هذا من طوامها ومشكلاتها، وأبلغ ما رأيت من طوامها هو ديوان الشيخ الذي طبعه هو، والشيخ ما زال حيا، مؤسس الطريقة ما زال حيا، وطبعه وذكر فيه كل الأقوال الفاسدة التي قيلت من قبل: وحدة الوجود والحلول والاتحاد وكل هذه الأمور أنها قال بها، ويقول بكل ما قاله السابقون. نحن قلنا إن التماس لأعذار المشايخ السابقين، لكن هو الآن يقول كل ما قاله كل ما روي عن أحد منهم، الحلاج وابن العربي وكل ما قيل عنهم يقول هو به، ابن الفارض، ويجمع ذلك. وأيضا عندهم بعض الأمور الأخرى
هذا النور الذي يقول إن كل من لم يرى هذا النور ليس من أتباعه. ما اسمه كتابه؟ نعم كتابه مثلا طبعت كتبه كلها، لكن هو الشيخ فوزي الكركري. نعم الألوان. لكن المهم أن القضية أنه يرى أن من لم يرى هذا النور ليس من أتباعه. نعم. فالنور هذا الذي يراه أصبح بعض العوام يظنون أنهم رأوا الله، أنهم رأوا النور، بمعنى أنهم رأوا الله لأن النور من أسماء الله. وبعض الناس يذهب إلى فلسفات أخرى من الفلسفات القديمة وهي عبادة النور لذاته، يرون أن النور هو إله الخير وفي مقابله إله الظلمة. نعم هذه من عقائد الفرس القديمة، وكذبها أبو الطيب المتنبي فقال: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المعنوية تكذب. فمثل هذا النوع من الانحرافات لا بد من الحذر منه والابتعاد عنه. ولذلك قال: تعبد الله كأنك، وهذا ناف لرؤيته، لأن معناه أن حالك أنت في وقت عبادتك وإتقانها والإقبال عليها والإخلاص فيها كأنك تراه، لكن ليس معنى ذلك أنك تراه، كأنك تراه. طلب موسى عليه السلام. نعم طلب موسى عليه السلام. موسى عليه السلام طلب لأنه كلمه الله، سمع كلام الله قطعا، فطلب النظر إليه، قال: ربي أرني أنظر إليك. فالله نفى له ذلك، قال: لن تراني، ولكن أقنعه قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خر موسى صاعقا. فتاب موسى لما أفاق، قال: سبحانك تبت إليك. موسى مثل ما طلب إبراهيم أن يريه كيف يحيي الموتى، فهو ظن أن هذا من الممكنات في ذلك الوقت، وهو يريد، الأنبياء دائما هممهم عالية يريدون حصول اليقين والترقي في درجات المعرفة، لكن الله بين له أن هذا لا يمكن. نعم. الزمخشري بالنسبة للمعتزلة يرون أن الرؤية الأخروية منفية، وهذا مخالف لأهل السنة، ونحن عندنا كثير من النصوص المثبتة للرؤية. والله يقول في كتابه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والنصوص في هذا كثيرة جدا في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، سواء في الجنة أو في الموقف. هل نزعته التي هو معتزلي أثرت عليه بذلك، ولذلك نعم أثرت عليه بالكشاف وفي كثير من المواطن، وتتبعها صاحب الحاشية أحمد، فكان يرد عليه فيها، كان يلتمسها بالمناقش. ولكن مع ذلك ما ينسب إلى الزمخشري من أنه قال إن لن للتأبيد ليس في الكشاف، فإنه لما ذكر معنى لن حتى في النموذج معاني الحروف، المعتزلة يرون أن لن تراني نفي المطلق يشمل الآخرة ويشمل الدنيا، لأن لن للتأبيد. والسيوطي في عقود الجمان في البلاغة يقول: وقيل للتأبيد لكن ترك، ورده لابن خطيب زملكاء. ابن خطيب زملكاء. الله أعلم، هذه من مسائل الرؤية التي فيها خلاف بين أهل السنة، هي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج كما يرى أهل الآخرة ربهم، وهل تمكن رؤيته عقلا في الدنيا، وهل يمكن أن يرى في المنام، ويوم القيامة هل يرى بالأبصار بلا عيون أو بالوجوه. هذه أربعة أمور من مسائل الرؤية التي فيها خلاف بين أهل السنة، لأن الله قال: وجوه يومئذ ناظرة، ولا قال: أبصار. فكثير من أهل السنة صرحوا بأنه يرى بالأبصار، لأن هي محل النظر من الإنسان، كما قال ابن القيم: ولله أبصار ترى الله جارة، فلا ضيم يغشاها ولا هي تسأم.
ومنهم من اقتصر على مورد النصي وهو أن الوجوه هي التي ترى الله سبحانه وتعالى. وعموما ليست هذه الرؤية ولا الأخروية رؤية إحاطة، لأنه جل جلاله هو الكبير المتعالي لا يحيط به شيء من خلقه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فيكون هذا رؤية فيها تشريف وتنوير وفيها تأنيس وفيها تجل لعباده. لكن قال ابن تيمية رحمه الله وهو العلي في دنوه القريب في علوه، فهو في نزوله للسماء علي في دنوه، وهو في علوه قريب من عباده، أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. نعم، قال هو القريب في علوه العلي في دنوه. نعم، تؤثر لكن ما صحت لك. الله عز وجل جعل حجب الرؤية للكافرين، يعني نعم حجب رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم، قل الحجب مطلقا، ما قال الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر أنه لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى ولا يزكيهم، عائدا بالله من ذلك. فلذلك هذه المسائل الخلافية في الرؤية هي التي نظم السيوطي بعضها في الكوكب الساطع، فقال والخلف في الجواز في الدنيا، مقصود الجواز العقلي، وفي نوم وفي الوقوع للهادي اقتفي. هذه كلها من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة من مسائل الرؤية، وترك هو قضية حصول الرؤية الأخروية هل هي بالأبصار أو بالوجوه، لكن كل ذلك من كلام أهل السنة لا إشكال فيه، لا إنكار فيه، مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تتشدد في الإنكار على من قال إنه رأى ربه. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. قالت ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية، وقالت يا بني لقد قف شعري مما قلت، فذلك لتعظيم الله جل جلاله وتوقيره وإجلاله. لكن ليس معنى ذلك نفي الرؤية بالقاطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك قاطعا لبينه لأبي ذر، قال نور أن أراه، ولم يذكر له أنه لم يره ولم يذكر له أنه رآه، فترك الأمر قابلا للاجتهاد. نعم، ابن عباس وعدد من الصحابة غير ابن عباس والتابعين. فلذلك القضية هنا قضية بقية محل خلاف بين أهل السنة ولا إشكال في ذلك. الرؤية هذه من الفروع العقيدة؟ نعم، جزئياتها من الفروع العقدية لأنها مختلفة. لا يكفر المنكر رؤية، لا المنكر الرؤية الأخروية لا، هذا مخالف أهل السنة. في الدنيا في جوازها في الدنيا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، الرؤية في المنام، هذه كلها لا إنكار فيها. قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا كملا. نعم، في سعام كل حتى الكافر. نعم، الكافر ملاق كدحه، لأن ملاقيه فيها خلاف، المقصود بها ملاق كدحك أو ملاق ربك، والراجح أنه ملاق كدحه، لأنه قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكذلك قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فالعمل يوم القيامة في ثلاثة أمور. الأمر الأول رؤيته يجسم اللسان حتى يراه بعين بصري. عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. الأمر الثاني وزنه يوزن له العمل. الأمر الثالث قضية قراءته في الكتاب، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك. فهذه ثلاثة أمور تتعلق بالعمل في وقت العرض على الله، ومعها الجزاء مرتب عليه في الأخروي. شيخ، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت يقظة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، لكن هل رأى الله أم لا؟ لا. نعم، لكن هو قضى، لأن جبريل جاء فرفع سقف البيت وأخرجه من بين السقف والبيت،
وذهب به إلى باب بني جمح فإذا البراق مربوط هنالك فشبس منه. فكانت القضية في بدايتها رؤيا بمعنى أنه أخرج لها من المنام، ولذلك قال الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا مصدر رأى الحلمية، ولكن في داخلها يقظة وصلاة وعبادة ومعلومات ورفع إلى السماوات وخطاب وسماع، سمع صريف الأقلام، فلم تعد رؤيا رؤيا في بدايتها فقط وليست في نهايتها. نعم. لا، بالنسبة لهذا هو عدم إدراك للمقصود بالرؤيتين في سورة النجم، لأن المقصود بالرؤيتين في سورة النجم رؤية جبريل على صورته الحقيقية، فإنه رآه مرتين، قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فقد رآه بمكة قد سد الأفق، له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. والرؤية الثانية هي التي كانت عند سدرة المنتهى، وهنالك توقف جبريل قال هذا مقامي لا أتعداه. هذه رؤية جبريل، ولذلك هذا من المواضيع اللي دائما أحدث فيها الشيخ علي عن قضية تداخل الضمائر، وأنه من أوجه الإعجاز في القرآن، لأن الضمائر تتداخل في كلام العربي. والقرآن ما أراد الله أن يكون ظاهرا يفهمه كل أحد جميعا، فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كان قادرا على أن يجعله جميعا محكما، كان قادرا على أن يجعله جميعا متشابها، لكن ما فعل، اختار أن يأتي بهذا الأسلوب المعجزي، ولذلك يأتي فيه بعض التداخل في الضمائر مثل هذه الآيات: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو، هل المقصود شخص الرسول صلى الله عليه وسلم يكون وحيا يوحى؟ هذا من باب التشريف، لأنه قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. فأبدل رسولا من ذكرا، ذكر هو القرآن، وأبدل القرآن منه في سورة الإسراء في قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. على ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه. نعم، هي يمكن ذلك، لكن المهم أن هذا وجه من وجوه التفسير. فلذلك الوقف يغير معنى؟ لا، ما يغيره، يبقى فقط هو هكذا. قال ولقد رآه، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الضمير يمكن أن يكون إن هو أي نطقه إلا وحي يوحى، وليس كل نطق نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، لأنه يتكلم بطبيعته البشرية، لكن المقصود ما ينطق به عن الله من التبليغ، وهذا الذي بيّنه الله في سورة الحاقة حيث قال وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا عظيم جدا في بيان أنه لا حرف واحد، حرف واحد إلا من عند الله، من كلام الله، لا حرف واحد. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أقل شيء، لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين ذبحناه ذبحا فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما أحد يستطيع أن ينتصر له ولا أن يمنعه. لذلك قال إن هو إلا وحي يوحى. علمه، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم أو علم الوحي شديد القوة هو جبريل، وجبريل وصف هنا بالقوة مرتين، قال شديد القوة وقال ذو مرة، والمرة هي القوة، شديد القوة ذو مرة. فاستوى، أي جبريل، وذلك حين رآه على كرسي جالسا بين السماء والأرض،
في بدء الوحي بعد فترة الوحي الأولى عندما رآه في غار حراء، رآه في شعب أجياد على كرسي بين السماء والأرض، قال سمعت صوتا فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وفي لفظ جالسون على كرسي بين السماء والأرض منه. فلذلك قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، دنا الملك من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى عن ذلك العرش الذي كان يجلس عليه والكرسي الذي كان يجلس عليه. نعم، مدنا فتدلى، فكان الملك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. كثير من الناس يظن أن قاب قوسين من الله وأنها في المعراج وليست في نزول الوحي في الأرض، وسياق القرآن لا يقتضي ذلك. سياق القرآن هنا معان كثير من المفسرين يجعلونها في ذلك السياق، ومنهم السيوطي في الإتقان والزركشي وغيرهم، لكن سياق القرآن هنا أن هذا جبريل. فلذلك قال قاب، كان قاب قوسين، قاب القوس، قاب القوس ما بين طرفيها، وهو ما إذا شد الوتر في هذا الجانب وشد في هذا الجانب، معناه هو هكذا أقل من شبرين، نصف الشبر تقريبا، قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده، أي عبد الله وليس عبد جبريل، فهذا من تداخل الضمائر. إيه نعم، فأوحى إلى عبده، إلى عبد الله، ما أوحى، ما كذب الفؤاد، أي فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم، فأل خلف عن الضمير، ما كذب فؤاده ما رأى، فهذا يقيني، الوحي يقيني لا يمكن أن يرفض. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، هذا يقين عنده فلا يمكن مماراته به. أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه، أي رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه المرة الثانية التي رآه فيها على صورته الحقيقية، نزلة معناها مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وهذه عند هنا الحضور والقرب، لكن ذلك بمسافات في العالم الآخر ليست مثل المسافات في عالم الشهادة، لا يمكن أن نقول عنده بمعنى مسافة معينة. فالجنة المأوى عرضها كعرض السماء والأرض، فلذلك عالم الشهادة شيء بسيط في الجنة، آخر من يدخلها له الدنيا وعشرة أضعافها معها، معنى هذا شيء هائل ما تتصورونه، هذا ملك كبير، كل من دخل الجنة فله ملك كبير. فلذلك قال عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، تلك الألوان التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت جبريل ما هذه الألوان، قال هي من أمر ربك، هي من أمر الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، فكانت رؤيته لجبريل ورؤيته لسدرة المنتهى ورؤيته للألوان ببصره، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الله أعلم هل المقصود بها الرؤية من بحذافيرها من الذهاب به من مكة إلى البيت المقدس، صلاة الأنبياء وراءه، بس رفع المعراج له إلى السماء الدنيا، فتح باب السماوات، تعدي السماوات السبع، الوصول إلى سدرة المنتهى، تجاوزها، هذه الآية الكبرى، أو بعض ذلك، أو هو الرؤية، الله أعلم. قد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، إذن نقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.